أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد ما في علم الله، صلاة دائمة مقبولة بدوام ملك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثركم علي صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة، أكثركم أزواج في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لم أحب الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. ألا لا إيمان لمن لم أحب الله، ألا لا إيمان لمن لم أحب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت كنزا كما قال الله تبارك وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ من توحيدك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك، خاتم أنبيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترزيك وترزيه وترضى بها عنا وتجزيه عنا، جزى الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله يا رب الرحمين. كنت كنزا مكفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. الحمد لله نحمد اللهم إني أسألك بك اللهم إني أسألك بك. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. ألا لا إيمان لمن لم أحب الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. كما قال الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون فأينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: نحن أقرب إليه من
الحبل البريد. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم مالك البر والرؤوف الرحيم الرب العليم. والحمد لله.